اوكي اذا هون عندنا لو ضفت انا 0 راح يتحرك الروت لوكس بهذا الشكل. هاي دائره طبعا كانت تثبت انها دائره. صار عندي 2 بريك اواي بوينتس، او في عندي بريك اواي وفي بريك ان بوينت. هاي بريك اواي بوينت وفي بريك ان. واذا بتروح على الكلاسيكال روت لوكس راح يفرجيك كيف تحسب مكان البريك اواي ومكان البريك ان. مش موضوعنا هون، مش هدفنا هون. بس المهم لاحظوا السيستم شو صار بالروت لوكس. كان خطين هيك طالعين، انحرفوا الخطين بسبب وجود هذا الزيرو، وواحد راح الزيرو واحد راحت على الماينس انفينيتي. وهلا لاحظوا هذا لما خليته ينحرف هون شو بقدر اخليه يمر؟ وين بقدر اخليه يمر؟ بقدر اخليه يمر في النقطة هاي. أو ممكن ايش أعمل؟ ممكن أحط ليد كومبنسيتر وأحط بوله زيرو. الزيرو أحطه فوق البول الثاني. فبلغي. مسموح لي أعمل زيرو بول كانسليشن في الليفت هاند سايد. ممنوع إني أعمل زيرو بول كانسليشن في الرايت هاند سايد. ما بقدر أخلي سيستم أنستيبل. ستيبل بدي اضيف له زيرو. فاهمين هاي النقطه؟ ما بصير اجي على الرايت هاند سايد وتقول لي والله السيستم هذا انستيبل. بقدر اعمل له ستابيليتي بحط زيرو عليه. ما بصير ستيبل، بضل انترنالي انستيبل. فاهمين النقطه هاي؟ بس مسموح لي في الرايت هاند سايد اني الغي بول باضافه زيرو. فبضيف زيرو هون وبحط البول الجديد في مكان. هلا لاحظوا لما لغيت البول لغى الزيرو، وين راح يصير الروت لوكس الجديد؟ بدل ما كان هيك وهيك راح يصير هيك وهيك. الخط اللي طالع بدي اياه يمر الان في هذا، فراح احطها بلون اخضر، هم بيكون لون فاتح. راح يصير عندي الان هلا راح احط زيرو يلغي البول الاصلي اللي موجود هون، وراح احط بول جديد هون بحيث انه الروت لوكس الجديد يصير هيك. ما هم ضل عندي تو بولز، هلا ضلوا تو بولز لانه في زيرو لغى بول واجا بول جديد، فضل عندي تو بولز وهدول الاثنين لغوا بعض من الترانسفير فانكشن. فالان بدنا روت لوكس جديد يصير هذا البول يتحرك هيك. البول اللي هون بدي الاقي هلا مكانه، اشوف وين مكانه يتحرك هيك، وبعدين يطلعوا التنين يتحركوا هيك. فهلا هل صار الروت لوكس الجديد بمر في الديزايرد بوينت؟ بمر، مش هيك؟ وهلا بقدر الاقي قيمه كي الجديده اللي عند النقطه هاي اللي بتحقق لي الشرط، اوكي؟ اذا بدي اضيف بول وزيرو، وتذكروا الشكل تبع الترانسفير فانكشن تبع الليد كومبنسيتر راح يكون اف compensator of S يساوي S plus Z compensator على S plus P compensator. وعلى فكرة في gain كمان راح يكون K compensator. اوكي؟ فاحنا ضفنا بول وزيرو، بس احنا عمالنا بنقول انه كماجنتيود Z C كماجنتيود راح يكون اصغر من ال P C كماجنتيود. ليش حطيت الماجنتيود؟ انه هدول نيجاتيف. اوكي؟ بالرايت هاند سايد عشان أأكد لك انه انا بحكي عن ماجنتيود. إذا بدي الزد يكون أقرب للجي أوميجا أكسس من البي عشان يكون أثره، وهلا راح أحط الزد بحيث إنه يلغي الخمسة، وراح أحط زد جديد بول جديد من هون، البول الجديد راح يكون مكانه بحيث إنه المسافة من هون لهون مساوية للمسافة من هون لهون، هاي أسهل طريقة. هاي أحد الطرق في ديزاين لليد كومبنسيتر، أسهل طريقة في ديزاين لليد كومبنسيتر إنك تلغي البول بزيرو وتحط بول جديد. في طريقة ثانية بتعمل مينيمايزيشن للستيدي ستيت ايرور. ما بتخربش ستيدي ستيت ايرور، بس مش رح ندخل فيها، رح ناخذ الطريقة السهلة. اوكي اذا هي استراتيجية تبعتنا. اذا هلا شو بدنا نلاقي؟ نلاقي مكان البول هذا، وين لازم يكون هذا البول عشان نشتغل منه.